قديش الجيش قادر يضبط هيدي المعابر؟ يعني اللي سمعناه هو اللي انحكى بالاجتماع الوزاري وباللجنة الخارجية كمان كان سمعته لأمنيين، قديه عنده قدرة فعلا لضبط هاي يعني المعابر؟ خليني أعطيك اتهامات اللي عم بيقولوا إنه الجيش متقاعس أو الجيش عم بيتواطأ ببعض المحلات عم نسمع. يعني أول شيء لازم أوجه تحية للجيش وللمديرية المخابرات وللأمن العام اللي موجودين فوق ولعبوهم بدور جبار ضمن الظروف الصعبة اللي موجودين فيها. يعني اليوم مثلا المنطقة الشمالية بحدود 110 كيلومتر حدودها علميا بالفن العسكري الأمني، أنا مش خبرتي هذا اللي سمعته من البريزنتيشن اللي عملونا إياه بسكنة فوق بمنطقة وادي خالد، بدهم حوالي 12 ألف عنصر ليغطوا هالحدود هاي هالستريتش هيدي بس بشمال عندهم 1200 عنصر موجودين اليوم. إيه. يعني بدل 12 ألف عندنا 1200. مزبوط الدولة الإنجليزية جهزوا وساعدوا أنه يركبوا أبراج مراقبة، وبتصور إذا في منهم إذا أنا معلوماتي دقيقة حوالي 18 برج مراقبة موجود بالمنطقة فوق، لكن في صعوبة. يعني شفنا الكاميرات، شفنا الكنترول روم اللي عنده إياه قيادة الجيش واللي موصولة مع اليرزي، وشفنا بالليل كيف عم يراقبوا وكيف في أعداد هائلة عم تمشي، بس كمان في صعوبة يوصلوا لهم أيام. يعني حتى لو لاحظوا أنه في تحرك معين ليقدروا يوصلوا على الأرض أيام تاخد معهم نص ساعة نتيجة صعوبة المنطقة. وبنفس الوقت إذا تم توقيف مجموعات، وشفنا فيديوهات قبل بليلة قديه توقف، عم بيرجعوا بفلتون، يعني عم بيرجعوا بفلتون. بقى هون في تحدي كبير، يعني في وضع صعب جدا على كل المستويات. واليوم يعني يعطيهم ألف عافية قيادة الجيش والفوج المسؤول عن المنطقة فوق، بس كمان ظروف منا هيني، والمفروض بالسياسي ياخذوا الحماية الكاملة والدعم الكامل ليقدروا يكملوا بمهامهم. طيب بالسياسي دكتور، ما القوى الأمر الواقع بالمناطق فوق ما قادرة تساعد الجيش، ما قادرة تضبط هيدي المعابر، ما قادرة تضبط حتى المهربين؟ يعني لنكون واقعيين، للأسف يعني إذا بدك حزب الله أكثر هو موجود على الحدود، وكان بكل الفترات اللي كان في يقول إنه في تسرب لداعش وهيك كان قادر أنا هو يقول أنا قادر ضابط هيدي الحدود ومنع تسرب العناصر الإرهابية. طب اليوم ليه في غياب لهذا الدور؟ لا في صعوبة. يعني الواحد أحسن يطلع يعمل زيارة ميدانية على الأرض وشوف مزبوط قدي في صعوبة. يعني مثل النيرسري صايرة مثل الجاردوري، يعني بتوقفي من مكان برجع بيفلوت من مكان تاني، في ناس محترفين فوق حاضرين عم بيقوموا بعمليات تهريب مخيف. يعني شفنا نماذج من عمليات تهريب، يعني كاميونات فيها صخر وتحت مخبيين عم بيهربوا ناس، يعني في ناس محترفين بهالشغل هيدا. يعني بدك كمان نحن شفناهم عم يعبروا بالنهر، يعني بيمرقوا بالنهر بيرجعوا هون كمان اذا توقفوا عم بيرجعوا بيتفلتوا. يعني كمان عندنا ازمه، يعني لهالسبب بتمنى علينا في تنسيق، بس ما في الاعداد الكافي. يعني خلينا نكون واقعيين، يعني عم ناخذ نموذج صغير نحن من عدد. كان الجيش قبل يستلمون ويعطيهم للامن العام يرجع يعيدهم الى الداخل السوري، هلا ما عم نرحلهم. يعني حتى في مشكله عند الامن العام لانه ما عندهم مكان يحزون، يعني يحطون لانه ما عندهم مكان عم نرحلهم ما في الداخل السوري. وفي معبرين بالمنطقه فوق، عم برجع بحكي انا بالمنطقه الشماليه فوق، في معبرين اللي صار الاتفاق من خلاله بيقدر يترحلوا، بس المشكل وين؟ المشكل انه بيترحلوا وتاني يوم بيرجعوا يفوتوا من ميل تاني، المهربين حاضرين. وللاسف خلقت بيئه تنقول منا كثير داعمه لقياده الجيش بالمنطقه فوق، لانه المهربين عم بيستفيدوا. واليوم لما عم بيجي جيش يلقي القبض على هدول الاشخاص المهربين، صار في بيئه منا كثير مشجعه للدور اللي عم بيقوم فيه جيش فوق على الارض، لانه هول الاشخاص مستفيدين اليوم. هيدا كمان تحدي ثاني بدنا نلاقي آليه نعالجه، وما بيتعالج برجع بقول الا اذا ما كان عندنا خطه نحن اساسيه مركزيه وطنيه واضحه مع فريق عمل عم بيتابعها مع اهداف واضحه لنقدر نوصل فيها. لانه نحن اليوم عم نركز على المايكرو مانجمنت، اذا بقول انا الاداره المايكرو مانجمنت بالداخل اللبناني، وفي دور كبير ما عم نعمله بالخارج. نحن شنو اللوبينج اللي عملناه مع سوريا او مع الاتحاد الاوروبي او الاتحاد الاوروبي او حتى منظمه الامم؟ يعني نحن اليوم خلينا نعترف اننا ملهيين وبنعرف الاولويه بانتخاب رئيس. نحن مثلا انا بتمنى اذا ما عندنا رئيس نترك الامور.